هو دورات كلها ابتداء من 16 اكتوبر، يعني هاد يعني الشهر ان شاء الله هاد يعني دورات كلها كاين تاع الوحدات كلها اللي راهي تزاد عندكم منها 12 يعني وحده اللي غادا في المركز وفي الملحقات راها يعني احنا راه بغينا نكون في اخر الوقت وبغيناكم تنجحوا ان شاء الله الدورات كلها الى ما كنتوش نتوما غادي تشاركوا حاولوا يعني تسوقوا الشركات والاشخاص اللي موجودين هذه الوحدات اللي ان شاء الله بغينا ندوروها وبعد مسائل اخرى اللي تعتبر انه يعني غيبقى مشروع سنويا هناك برامج يعني شركاء استراتيجيين ديال الورقه من بينهم مديرية العمل الطبيعي اللي احنا غادي نبرمجوا ان شاء الله جوج يعني دوز ايفينمون يعني بهاد الستة اشهر المقبلة عندنا بالنسبة للوكالة الوطنية للإنعاش والتشغيل حتى هي ندوتين يعني مبرمجة من الشهر المقبل إلى حدود شهر 6/2024 عندنا حدثين كذلك يعني دوز ايفينمون مع الأوصاع حتى هما من الأشهر يعني المقبلة وعندنا المكتب المغربي الصناعية لومبيك وعندنا مع الام دو يعني الوكالة المغربية للاستثمار وتنمية يعني الصادرات وعندنا مارك بيمو مع دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة جدا كما جزء منهم من هذا الشهر برنامج اجتماعي كذلك عندنا إدارة جهة الجمارك وعندنا جامعة محمد الخامس وعندنا مؤتمر إيمانور يعني فيما يتعلق بالسلطة والمطابقة وعندنا يعني حدثين مع جمعيات مخصصة لزوم جهاز سبيسياليزي يعني بحال هاد الجمعيات اللي كانت شراكة معها دابا واللي عندها جمعية مخصصة عندها يعني قيمة مضافة أنا مستعدين ندخلوها في هاد البرامج يعني غنقولوا فورم ديزيبينمون ديال نهار أو نص نهار يعني هاد الأحداث كلها إن شاء الله وبغينا الوافقة ديال الأسئلة باش نعطيو التواريخ مضبوطة ابتداء إن شاء الله من الشهر المقبل هناك المؤسسات المالية أغناك وكذلك والمدير العام للتجارة إخواني على يعني على الاختصاصات اللي في إعداد هذه الغرفة تيداروا على الصعيد المركزي على الوزارة وخصوصا في المدير العام للتجارة أنا يعني بعد لقاء معه أنا كمان دي متوقع جوج دوز ايفينمون معهم في هذا الشهر وشكرا هذه مهمة والبرنامج تعين الدول نقاءات مع شركاء ومن بعد نمشي المراحل ديال التكوين هذا تيهمنا جميعا تقديم ارباب المقاولات وكذلك المنتمين ديالهم والناس اللي تيشتغلوا معاهم في مجموعه الاشياء ديال الصفقات العموميه اللي هو شيء تيهم الجميع ديالهم خصوصا مع القانون الجديد في كذلك اجل الاداء في مجموعه المواضيع اللي هي مهمه أنا نمر الآن للعرض بالنسبة كما تعرفوا جميعا غرفة الجهاد توفر لنا هذه التقنية بالقنيطرة وليكوجر بالرباط مثلا كاين هذا السبابة اللي تكلم به سي العامي فتات اللي قد يبنى واحد العرض على ما تحقق في السنة الماضية والأهداف هذه السنة واستمرار هذا الدعم المهد من خلال دمج وتوظيف مكونين وموظفين سيساهم لنا في رفع حصيلة الإنجازات وكذا مكانة مؤسساتنا داخل منظومة التكوين المهني بالجهة وشكراً قلت لي خلينا بالنسبة للمركز واليوم حافظوا عليه ومشاو به الأمان شكراً جزيلاً شكراً لأستاذ صلاح أنا عرض من أساسي لصعيد المستويين بكالوريا والثاني بكالوريا وبأجل توسيع هذا التكوين صعيد باحثنا عن عمل في نيفو لا ريجيون وكذلك التكوين المستمر للشركات الصغيره والمتوسطه دونك لتمكينها من ضمان تنميه المهارات وتعزيز راس مالها البشري في في ضوء التحديات ديال لوفيرونمون دو لوكليما ديال لي زافير. لك ممكن عندنا الارقام واش يهمنا ولا كجمعيه انا. اوكي. بالنسبه للستاجير عندنا في انفورماسيون للسنه التكوينيه 2022 لي دو في اللي كانوا ديال لي غراد ديال تكنيسيان دونك ما كانش لا ديمون اليوم ما كانش واحد الكيف ديال السنه الاخرى البكالوريا
داكشي علاش كانوا كيديمونديو لوغراد ديال التعليم المتخصص في تبيين المقابلات. دونك في السنه الاولى كان عندنا 50 ستاجيير ابري في الموسم التكويني ديال 2023 من 50 كانوا 30 واحد اللي بقى. دونك نسبه النجاح كانت 60%، باسكو كاين الناس اللي كانوا كيتاو هذا على قالوا راسهم بان ما عندهمش مع داك يعني لابروش كونسيرفيمون. حيت كانت في الاول درنا ان تيست بسيكوتكنيك اكسبتي لي ستاجيير نحطو دي لو تيست بسيكوتكنيك، مي ابخي با لا سويت كاين اللي مكملش وكاين مع الاسف اللي سقط ما كملش ما جاش في الرساله الثانيه 36. والسنه الاولى دابا اللي دخلوا عندنا 50 واحد ديجو كنبقاو في الاخرين ديال 50 طالب اللي كيجيو عندنا كيجيو 70 80 ابخي كنعتذر من 50 واحد. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، على إثر انعقاد الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سنة القنيطرة في دورة عادية يوم الخميس 5 ربيع الأول 1445 هجرية 23، سعيد لي يا مولاي أن أنتهي هذه المناسبة لأرفع إلى السدة العالية بالله أصالة عن نفسي وباسم كافة أعضاء غرفتنا آية ولائنا وإخلاصنا لجلالتكم مكيلين إلى العلي القدير بالصحة والعافية ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم. كما يغتنم أعضاء جمعيتنا العامة هذه المناسبة ليعرفوا لجلالتكم مجددا عن أصدق عبارات الإخلاص والتشبث بالعرش العلوي المجيد، معاهدين جلالتكم على العمل والتفاني للمساهمة بكل جد وفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهتنا ووطننا العزيز تحت قيادتكم السامية ومجندين وراء جلالتكم للذود عن وحدة ترابنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين، أقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة، وشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرة الكريمة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على مقام حضرة جلالتكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحرر بالرباط يوم الخميس 5 ربيع الأول الموافق 1445 الموافق 21 شتنبر 2023 رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سنة 2023. شكرا.